مساء الخير على كل الساده المشاهدين في داخل مصر وخارج مصر. معادكم النهارده في حلقه جديده. ما جبتليش ليه يا ابني؟ انت واقف، انت المفرش بتاع رمضان ده فرشناه النهارده. ماشي يا حسين، ماشي. ما جبتليش المفرش ليه؟ الحلقه الجايه بقى ان شاء الله باذن الله، وبحب اعيد على حضراتكم واقول ان شاء الله باذن الله مفترجه ويوم خير باذن الله، وربنا يجعله رمضان مبروك علينا زي كل سنه ان شاء الله باذنك انت يا رب. هيجي علينا بالخير وهنعمل ان شاء الله احتفاليه جامده السنه دي ان شاء الله. هيرفع عننا ربنا البلاء اللي الناس يعني متخوفه منه، اي حد، مش انا لوحدي ولا انت لوحدي، كل الناس متخوفه من حكايه الكورونا دي. ربنا يرفعها عننا ان شاء الله، نتباشر خير هنلاقي خير باذن الله. والنهارده يعني حضراتكم لما بتطلبوا طلبات مني بحاول ان انا المها كده واجيبها، ايه يعني مثلا في حلقه هنعمل حاجات كده يعني قبل رمضان، اكلات كده اللي احنا مش هنعملها في رمضان بقى ايه نعملها قبل رمضان. النهارده اعمل لك العيش الفينو بناء على طلب حضراتكم، واعمل شويه صدق كده حلوين وشويه كبده، والمخرج عايز ياكل بس انا قلت له بقى ايه على حسب ما هيحصل النهارده. على فكره هو اللي قال لي العكس بالظبط خالص، يعني احنا بنعكس مع بعض كده. وهنبتدي دلوقتي حالا، هوري حضرتك بس حاجه كده المخرج هيجيبها لنا على طول ان شاء الله باذن الله، اللي هي ايه البص الفرن بتاعنا مش شغال فاصل، بس انا حاطه فيه ايه دلوقتي، حاطه فيه عجينه العيش الفينو اللي انا دلوقتي اهي بصي، وحاطه تحتها ايه بصي حضرتك اهي، دي ايه طاسه فيها ميه سخنه عشان انا مستعجله اهي، المخرج جايبها لنا اهي اهي، فهو ميه سخنه من جوه كده عشان انا مستعجله على العيش عشان يطلع وشه طري وشكله حلو معايا. هطلعها لك بقى من الفرن، كنت بس بدفيها بسخنها والمخرج هيجيبها لك تاني اهي، اهو بصي ما شاء الله عليها كده، عشان اشغلها الفرن وادخلها برده الهواء قدام حضراتكم واخرجها من الهواء. اوريها لك يا ابني بالجنب كده ولا اهي؟ ماشي يا ريس، ماشي ماشي يا ريس، ماشي. هشيل بس الطاسه اطلعها واشغل الفرن بتاعي كده، اشغله شويه وادخلها فين؟ ادخلها في الفرن. هو الفرن كنت مدفيه برضو مخليها دافي شويه عشان ايه العيش الفينو بيحب الفرن كده شغال يعني، والوشه ما يجرالوش حاجه، فبحاول احافظ على حاجاتي وبحاول اوفر معاكي. يعني انت لما لو انت عملتي صنف غالي في البيت، لو حضرتك عملتي صنف غالي في البيت بس ما بوظتوش كده انت الكسبانه، انت مش خسرانه حاجه. كده كده طول ما انت مع ايمان وبالعينين هتطبخي وكمان هتالفي ان شاء الله، بس من غير ما تكلفي باذن الله. وناس غيرانه مني، حتى المخرج عمال يقول لي سيبي سيبي. ماشي ماشي يا ريس، ماشي ماشي يا ريس، ماشي. وهنبتدي جري في جري بمقادير ايه تنزلينا يا استاذ محمد لو سمحت. مقادير العيش سهله خالص، اسهل من كده مش هتلاقي. ثلاث كوبايات دقيق مقادير العيش اللي هو الفينو اللي قدام حضرتك ده، ممكن تعمليه باجت، ممكن تعمليه اي شكل كايزر اللي يعجبك، وهندخله الفرن ونخرجه باذن الله توفيق ربنا بقى، مش شطاره مني ولا حاجه، هو اللي هيسع معانا ان شاء الله النهارده. مقادير العيش هتنزلها لنا يا استاذ محمد ولا اقول؟ قولي قولي يا فين. طيب مقادير العيش عباره عن ماشي انا مش هتكلم عشان انا على الهوا، انا هسكت عشان انا مؤدبه والله. مقادير العيش عباره عن 3 كوبايات دقيق عليهم ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه او نص كوبايه حسب ما انت بقى بتحبي، بس الماده الدهنيه ما بتخليش الفينو ينفش قوي. 3 كوبايات دقيق هياخدوا حوالي كوبايه ميه، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، رشه ملح او نص معلقه ملح صغيره، وربع الكوبايه زيت او نصها براحتك بقى، الماده الدهنيه دي تبع حضرتك. والوش سمسم وحبه شمشم، شمشم خلتني تهت ازاي يا حسين؟ ماشي يا حسين، ادي حبه البركه وادي سمسم اللي يعجبك بقى. انا هاخدها ادخلها الفرن على طول اهو عشان ايه تلحق تطلع معانا في الحلقه ان شاء الله باذن الله. ندخلها في الفرن بتاعنا مشغله فوق وتحت وايه ومروحه، واتابع برده حاجات يبقى تفكرني يا استاذ محمد لو سمحت. ماشي، يبقى اهو تسلم عينك يا رب، ولابسه الجلافز ومجهزه نفسي مستعديه للقتال. عارفه بقى بحب الاخراج بتاعنا قوي، وبحب الناس اللي هي بتنزل الانترو على الشاشه قبل ما نبدا، دايما يجيبوا ايه المصريه هي الست المصريه، ببقى بص بجهز في الحاجات ومبسوطه قوي وانا بجهز في الحاجات. بحب بص تحيا الستات تحيا الستات تحيا الستات. هنزل بقى دي 3 كوبايات دقيق، يعني انا بعمل لك كوبي عشان ببقى مجهزه عجينه، 3 كوبايات دقيق، وادي معلقه كبيره خميره، وادي معلقه كبيره سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضل ايه بقى تاني ما جبتهوش؟ الملح، الملح بتاعنا طقم الملح طقم التوابل الجديد اهو، ودي رشه الملح اهي حوالي نص معلقه صغيره. تمام استاذ مين، وادي ادي ربع من القسط على طول اهو، مش هتكلف ولا يعني اعمل لك حاجات واشتكانات. ويا ريت الميه بتاعت حضرتك تكون دافيه، انا اشوف الميه دي دافيه ولا لا. اه الميه اللي في الطاسه دي دافيه، فعجن منها وهي دافيه كده، مش سخنه، دافيه مش سخنه. ماشي
يبقى انا حطينا هنا في البوله ايه؟ 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقه كبيره خميره، عليهم معلقه كبيره سكر، عليهم نص معلقه ملح، عليهم ربع كوبايه زيت، وهنعجن بالميه الدافيه اللي كنت حطاها في الفرن، هي بردت شويه. ميه دافيه ما تعجنيش، لو عجنتي بميه سخنه هتبوظ. افرجك ماشي يا ريس. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا بحضرتك. معلش يا استاذ عبد الرحمن، المخرج بيقول لك معلش، احنا اسفين ليك جدا، كلمنا تاني. كده اهو، حط ميه شويه بشويه عشان ايه؟ الدقيق جنب اهو شايله شويه اهو، برضو كل الحاجات بقولها لحضرتك شايله شويه دقيق اهو، عشان لو احتجتهم احط منهم ايه على العجينه احط تاني. والله انا كان بودي ان انا ما عجنش بالجلافز عشان بيزهقني، بس يلا مش مشكله، عشان بس المخرج ما يجريش ورانا بقول لك عشان الكورونا. نعجن عجينه وراها لحضرتك، هتوصل للسمك، يعني السمك بتاعها هيبقى قد ايه. بص بحط نقطه في الاخر كده، لما اجي الم العجينه احط شويه بشويه. العجينه لو خليتها طريه قوي هتفرش منك في الفينو، لو خليتيها ناشفه هتبقى قاسيه والفينو مش هيديكي يعني هقول لحضرتك تاني، العجينه لو خليتها قاسيه قوي وانت بتعجنيها كده مش ماسكه نفس، يعني تبقى ماسكه نفسها بس مش قاسيه جامد، يعني مش هتديكي النفشان بتاع الفينو، ولو خليتها طريه هتحط الرغيف مش هينفش زي ما انا عاملاه كده نفش كده، لا هينفش بالعرض هيفرش منك، يعني العجينه دي عايزه حرص وانت بتعجنيها. اه كده حط نقطه نقطه. ماشي ماشي يا ريس اهو كده، بحط نقطه ميه بنقطه ميه اهي، هعجن بس انا بعجن لك كوبي. استاذ عبد الرحمن اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. ممكن اعرف ازاي البيتزا بتتعمل؟ ممكن تعرف حضرتك ايه؟ البيتزا بتتعمل؟ طريقة البيتزا. طيب مفيش، ازيك يا شيف، عاملة ايه يا شيف، كل سنة وانت طيب يا شيف، أي حاجة. أنا راضية بما قسمه الله لي. حاضر من عينيا، هقول لك حالا طريقة البيتزا سهلة جدا، والله كنت أعمل لكم بيتزا النهاردة بس قلت بقى إيه نعمل فينو، حد طلب مني فينو كام مرة هنا في البرنامج قلت نعمل فينو. بص بقى يا أستاذنا، بص الطبق نضيف إزاي، بص الطبق بتاعنا أهو، بص العجينة وأدي الطبق، بص العجينة قد إيه، دي كوبي منها حضرتك في البيت، 3 كوبايات هيطلعوا لك صاج أكبر، يعني هوريك هيطلعوا الصاج ده 3 كوبايات عجنهم قبل ما يطلعوا الصاج اللي انا وريته لحضرتك، وفي فاضل منه حته هوريها لك دلوقتي اهي. تمام ان شاء الله ينور يا ابني، تشجيع كده حماس يعني. قول ماشي اهو، بص هي هنا اهي ال3 كوبايات طلعوا اللي انا حطيتهم في الصاج في الفرن قدام حضرتك دول، وادي حته العجينه اللي اتبقت منهم دي، وهوريك شكلها ازاي يعني بكل سهوله، وتعملي احلى عيش فينو في البيت ان شاء الله باذن الله. جات يا ابني ولا شيء؟ شفت انا عامله رفع ايدي فوز. ماشي ماشي يا راي، هنحط بقى هنشيل دول جنبنا كده. معانا مين؟ مدام سناء اهلا وسهلا بحضرتك. مدام سناء الحمد لله يا حبيبتي قلبي، اهلا وسهلا. اللهم امين يا رب، وعلى حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، اللهم امين. معاكي يا حبيبتي اتفضلي. معلش يا مدام سناء، المخرج بيقول لي حضرتك بس اقعدي في حته فيها شبكه. معاكي يا حبيبتي. ها يا حسين اطلعها لك بره. شكرا لحضرتك مدام سناء، معلش مش سامعه والله مدام سناء. بص كده يا استاذ محمد لو سمحت، بص الفينو في نص المرحله، يعني هو دلوقتي لسه ابيض اهو بس دخل يعني نفس شويه يعني الاول، بص ان شاء الله يبقى طري جدا. حضرتك برده في البيت ما تفتحيش عليه الفرن، انا هنا عشان بس اوريكي كل الخطوات. نقفل بقى الفرن. ماشي، يعني احنا عجننا العجينه بقى بتاعت الفينو اللي هم 3 كوبايات دقيق، عليهم معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خميره، نص معلقه صغيره ملح، ربع الفنجان زيت، وعجننا بميه لحد ما لمت مننا ميه دافيه كده بالشكل اللي هو ده كده. نسيبها نحطها في بوله زي دي كده، ونسيبها تستريح وتخمر حوالي نص ساعه في البوله زي كده، زي ما انا عامله دي كده، وبعدين نخرجها من البوله. نخرجها من البوله كده، بص الخمر بتاعها فش شويه اهي، ونقطعها، دي اللي باقيه مني نقطعها، نقطع كده كوره كده كور كده، يعني هنعدهم دلوقتي ال3 كوبايات هنعدهم، طلعوا كام رغيف. تمام نقطعها كده ونعملها كده، مش لازم تعمليها دايره والله، بص انا هسيبها لك كده عادي، مش هعملها دايره اللي انا شلتها منين من العلبه دلوقتي. استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه فاطمه اهلا وسهلا. اي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيك استاذه فاطمه. كيفك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا.
ارجو منك ان انت تدعي للبلد يشيل الغم عنها. والله العظيم ان انا بدعي على طول، وحضراتكم تدعوا اكتر مني كمان عشان خاطري ربنا يرفع عنا البلاء والحاجات دي يا جماعه. دعوات حضراتكم والناس الطيبه دي هي اللي بتسهل معانا كل الحاجات والله العظيم في المعيشه هنا. اطلب من حضرتك ان انا عايزه اعرف طريقه البيتزا. عايزه ايه يا استاذه فاطمه؟ قولي لي طريقه البيتزا. طريقه البيتزا حاضر، لسه مطلوبه حالا. انت هتخليني كده اعمل لكم بيتزا ولا ايه؟ والمخرج اتبسط كده ويبقى ايه؟ حاضر يا استاذه فاطمه، من عينيا الاثنين. حاضر، شيل المعلقه دي واحط شويه ميه هنا، اسيبها بس تسخن كده جنب حضراتكم كده على النار، شويه ميه صغيرين كده في ال احطهم على النار بس يسخنوا. عايزاهم دلوقتي اعمل بيهم حاجه اوريها لحضرتك. اوكي، نرجع بقى لتشكيل ايه، لتشكيل العجينه بتاعتنا. بعد ما عجننا العجينه بالمنظر ده سيبناها تستريح وتخمر حوالي نص ساعه، بقت بالشكل اللي قدام حضرتك ده. شلتها من البوله انا عشان بعمل على طول متمرسه، انت في عايزه تكورها كور عادي، انما انا ما كورتهاش اهي، هفردها كده، احط شويه دقيق تحتها بس مش فوقيها، تحتها بس يعني، وايدك متعكه كده فوقيها عادي تعملي كده. ونفرد بالمردانه بتاعتنا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، افردها بالطول مش لازم تبقى مدوره. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. ام محمد اهلا وسهلا، معاك يا ام محمد اتفضلي. معلش يا ام محمد كلمينا تاني، معلش اسفه لحضرتك جدا كده اهو. نفردها بالطول كده، بص انا فردت اللي قدامك دي بالطول، مش لازم يعني ان انت تعملي حاجه بروفيشنال انت بتعملي في البيت لاولادك، بس خليها ايه طويله كده عشان الرغيف ما يزهقكيش. وهسيبها قدام حضرتك دلوقتي، وهتخمر على فكره لما اطلع اللي في البتاع، ممكن ادخلها لك واحنا شغالين هوا كده. فردتها بالطول اهي، دي بالطول ودي بالطول، تمام اهم الاثنين جنب بعض اهم. ماشي، المخرج جايبها لحضرتك على الشاشه اهي. ونعمل ايه بقى يا استاذ محمد معايا هنا الاول؟ الاستاذ محمد ثانيه واحده، احنا فردناها بالطول اهي، يبقى وش العجينه اللي ما عليهوش دي فين؟ على الوش فوق. امسك العجينه بتاعتي واقلبها كده، وادخل الوش اللي عليه دي ده جوه، واعمل كده كده اهو، اعمل كده بس يا بابا. اعمل كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده، بص لفتها اهي، والحرف ده اربطه من اللي تحت ده، لفتها كده اهي، واجي من هنا اعمل كده، ادخلها جوه بعضها كده، تمام اهو. اوكي، هتطلع لك عيش فينو تحفه. بص يا الرغيف قد ايه هينفش، وهيبقى رغيف قد اللي انا دخلته الفرن، هم اللي انا دخلهم الفرن عاملهم زي دول دلوقتي. تاني بقى تاني، ادي الحته اللي احنا فردناها، حته العجينه، قطعه العجينه اللي فردناها. اقول لك الثلاث كوبايات تقطعيهم كام رغيف دلوقتي بالظبط عشان انا ما عدتش والله اللي في الصاج. قلبتها الناحيه الثانيه، ونفض من عليها الدقيق كده كده. استاذ عبد الله اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ عبد الله معلش يا استاذ عبد الله، المخرج متعمد متعمد متعمد. استاذه نوال اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه نوال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو سمحت عايزه اعرف طريقه البيتزا. البيتزا ثالث سؤال للبيتزا، حاضر من عينيا الاثنين، هقول لحضراتكم حالا طريقه البيتزا ونعملها لكم ان شاء الله باذن الله على طول باذن الله. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي حبيبتي قلبي، نورتيني، اهلا وسهلا. سلام يا حبيبتي. هنشيل بقى العجينه بتاعتنا في الطبق اللي احنا عاجنين فيه كده اهي، ونغطيها بكيس بلاستيك، مش لازم استريتش وحاجات من اللي انت بتشوفيها يعني في البرامج وكده. ماشي، يبقى وصلت تشكيل العجينه، وصل لحضراتكم كويس اهي قدام بعض. الحته لو حته زي دي هي كده تعمليها كده، الحته اللي هي ورا اللي انا شايفاها في الكاميرا دي اهي، بصي هي انا كده اهي، تعمليها انت تدخليها كده ببعضها، تلزقها بايديكي كده اهو اهي. بسم الله، بصي دخلت في بعضها ازاي كانها مش موجوده اصلا اهي، عادي اهي. تحطيها بقى ايه، ترسيها في الصاج وتسيبيها حوالي كمان نص ساعة وأكتر، نص ساعة وأكتر. ماشي معلش، حول صح. بص العيش بتاعنا والله العظيم ما شاء الله عليه، راح جميل كده ومقلبظ وشكله حلو قوي، بس لسه بقى عايز ياخد اللون. ماشي اهو، بص شكله عامل ازاي، دخل بقى جوه كده، ونعلي الفرن سنه كمان على ال 200 بقى عشان يحمر العيش كده وخليه شكله حلو على درجه حراره 200. اوكي، وضحت فكره العيش بقى يا جماعه. المي بس حاجاتي كده، ادي ايه اللي قدامي ده، بسم الله الرحمن الرحيم. وانت في البيت برضو بتلمي الحاجه، ما تلميش وتوقعي في الارض، تلمي وحطي الحاجه في ايدك كده وبعدين تحطي في الزباله على طول. طول ما انت بتنضفي الحاجات قدامك اول باول، لا هتزهقي ولا هتملي ولا هيجرالك ولا بتعملي 100 اكله وانت مش زهقانه ولا اي حاجه. استاذ رضا، ام رضا اهلا وسهلا بحضرتك. ام رضا اهلا وسهلا، معاكي يا حبيبتي اتفضلي.
الشبكه مش عارفه مالها النار. هو المخرج مش الشبكه، هو المخرج. هو المخرج قاعد بيكلمني جوه. ماشي الشبكه يا جماعه، يعني لحد يجي يكلمني يدخل بس في مكان فيه شبكه. تمام اهم حاطين الرغيفين بتوعنا اهم، وهسيبهم قدامكم كده. بعد ما يوصلوا بقى نص ساعه بالشكل ده في الصينيه هطلعه لحضرتك، هشوف الشكل اللي هو وصل له ايه. تتيني بقى فرشه شويه لبن بيضه، شويه لبن بضايه، شويه ميه حتى تتيني وشها كده، وتحط عليها السمسم وحبه البركه. هوريكي برده تعمليها ازاي دلوقتي. هلبس بس جلافز تاني عشان الكورونا. ماشي يا ريس. كورونا انت بتقول؟ استاذه فاطمه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا استاذه فاطمه. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه. معاك اتفضلي يا استاذه فاطمه. عاوز اعرف بعد اذنك طريقه العيش اللي معاكي. العيش حاضر. المخرج نزل لكم المقادير ولا لسه يا ولاد؟ ها؟ محدش رد عليا. حاضر يا حبيبتي حاضر من عينيا الاثنين. احلف. والله انت بتضحك مبتسم. طيب ماشي بس اصبر عليا اصبر عليا. هجيب البلانشه بتاعتي، اخد غطس اتغطت كده واجيب البلانشه بتاعتي، والماء اللي كانت بتغلي على النار دي انا هحط الطاسه هنا تسخن، وادي الماء اللي كانت بتغلي على النار، وادي شويه سيتوك سيجوك اهم. همسكهم كده واقطع الواحد نصين كده عشان نعمل بقى ايه، نحشي سندوتشات. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ عبد الله؟ عامله ايه؟ الحمد لله اهلا وسهلا. حضرتك كويسه؟ اه الحمد لله في نعمه. اهلا وسهلا بيك استاذ عبد الله. والله وحشتينا قوي يا شيخ. ربنا يخليك استاذ عبد الله. كل سنه وحضرتك طيب. ما بتطلعيش على القناه. اهو بقى يا استاذ عبد الله اول ما تتاح لي الفرصه النهارده الاستاذ محمد ملكي اقول لكم قال لي ايه، بكون موجود. مش سامعه يا استاذ محمد. يا رب تكوني معانا كده على طول. رب ان شاء الله باذن الله. باذن الله هنكون هنكثف حلقات باذن الله، وهننزل مع حضراتكم حلقات حلوه جدا، وهنعمل تجهيزات وحاجات، وهوريكم تعملوا حاجات سهله جدا ازاي هنا في البيت. شكرا جدا لاتصالك استاذ عبد الله. انا حطيت يا جماعه وانا بكلم استاذ عبد الله. بص العيش جميل ازاي، طال خرجه كده ولا سيبه شويه يعني، ولا ايه؟ مش عارفه شكله حلو كده ولا هو شكله حلو كده بس عايزه اسيبه سيكه يعني. اهو شكله عامل ازاي. طلعه لك بره يا حسيني. حلو كده. انا هدخله تحت سني عشان يبقى قعره احمر ووشه احمر الاثنين زي بعض. بس فكرني بالله عليك يا استاذ محمد. كده حطيت بقى. تسلم عينك يا رب. كده حطيت الصدوق هنا ايه. ماشي يا حسين. منين شغاله زي القعده في البيت كده. حطيت الصدوق هنا ايه، ينزل شويه دهون بس اللي فيه. تمام. وسبت حتتين كده عشان الدهون يحل ايه معانا الحاجات التانية. اوكي. هي البتاعه دي فاصله ليه استاذه هبه؟ اهلا وسهلا بحضرتك استاذه هبه. انا معجبه بيكي جدا حبيبتي. ربنا يخليكي. اهلا وسهلا معاكي حبيبتي اتفضلي. انا عاوزه طريقه عمل بلح الشام. بلح الشام حاضر من عينيا الاثنين يا استاذه هبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه هبه. المخرج بيقول لي الشبكه يا جماعه مش عارفه في ايه النهارده. في ايه يا استاذ محمد؟ مين اللي بزعلي ده؟ استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ محمد ازي حضرتك يا شيخ؟ منوره الشاشه والله. ربنا يخلي حضرتك اهلا وسهلا. بص حضرتك انا بجد نفسي طريقه الفطير بس تطلع زي اللي انا بشتريها من بره، اللي هو الفطير اللي هو مش بالسمنه الفلاحي ده، اللي هو ايه بقى في سمنه بسيطه بس يكون حاجه كويسه يعني. مش سامع حضرتك خالص. بقول لحضرتك نفسي في الفطير. اه بس الفطير اللي هو يعني اللي هو بيتباع بره ده، اللي هو بيبقى طاري ده بتاع الفرن ده. ما انا كنت عامله فطير الحلقه. كنت فين بس يا استاذ محمد؟ كنت أنا فين؟ انا بضير بالصدفه على القناه. انا اول مره والله اشوف حضرتك والله. ده انا حصل لي الشرف يعني النهارده يا استاذ محمد. ربنا يوسعها عليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك. حاضر من عينيا الاثنين. وحضرتك ارجع على صفحتي اسمها الشيف ايمن ابو العلم بالعربي، هتلاقي عليها كل حلقات ومقاطع جميله جدا ونصايح. على اليوتيوب بتاعتي برضو الشيف ايمن ابو العلم بالعربي، وعلى الفيسبوك. ونقول لحضرتك برضو، نقول لطلباتكم هنا اوامر نعمل ونجدد ونعمل كل حاجه. واقول لحضرتك ايه اللي يخلي الفطير طري؟ الاسرار اللي انا قلتها في الحلقه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. كنت هنا يا حسيني في الحلقه اللي فاتت. ماشي. اكلت فطير؟ اكلت فطير؟ ابص على مش تفكرني يا استاذ محمد؟ ينفع؟ ها؟ ماشي استنى
استاذه هاله، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه هاله. لسه تحت تحت شويه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه من تحت شويه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه هاله، اهلا وسهلا. لو سمحت نزلنا المجازير تاني. حاضر يا حبيبتي من عين قادري الفينو صح؟ ايوه استاذه هاله، المخرج بيقول لحضرتك يعني عادي خالص يا جماعه اسالوه على المقادير عادي خالص مفيش مشكله عنده هينزلها حال. بيتوه ازاي؟ ماشي يا استاذ محمد. حاضر يا حبيبتي هقولها لك، انا عدتها كتير وهقولها لك تاني. هنعمل بقى دلوقتي الاثنين مع بعض، هنشتغل بقى ايه الكبده بتاعت العربيات بتاعه الشارع، كبده العربيات بتاعه الشارع اللي حضرتك بتاكليها بره، السندوتشات اللي بتجيبها من بره بس انت بتعمليها بقى في البيت بطريقه انضف واضمن. ماشي ماشي يا راي ماشي. هنحط بس الكبده يا استاذ محمد، هنحط الكبده في الطاسه اللي هي سخنت دي كده اهو، هي حتى لسه انا كنت حطاها في الفريزر شويه لسه ما حطيتش، بس ايه بسم الله الرحمن الرحيم الزيت سخن هيجيبها بقى على طول ما تقلقيش يعني اهو، كنت حطاها في الفريزر بالعلبه بتاعتها من بالليل فعادي ما فيش مشكله اهو. بس الزيت سخن جابت على طول ازاي؟ لازم يكون الحاجه بتاعتك سخنه عشان تساعد ادوات. يبقى انا حطيت الكبده اهي، الكبده اللي انت بتجيبيها بقى من ايه؟ من العربيات من المحلات كده يعني، تشيكي ولادك بقى وتدلعي ولادك كده وتدلعي الاكله كده، يبقى عملنا العيش وعملنا الغموس ومش هنخرج بره نجيب اي حاجه من بره ان شاء الله. زي ما قلت لك كده معمنه ابو العينين هتطبخي وكمان هتالفي وتهزري وتضحكي بس من غير ما تكلفي ان شاء الله باذن الله. حطينا الكبده اهي. معنا مين يا استاذ محمد؟ اهلا وسهلا مدام رميه، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ بتعلي الصوت شويه يا استاذ محمد لو سمحت، نستمع للاتصالات. حضرتك طريقة أكلك جميلة وطريقة أدائك برضو تحفة جميلة. ربنا يخليك ربنا يخليك يا رب. حبيبة قلبي نورتيني وأسعدتيني، ربنا يخليك يا رب. ممكن بس طريقة عمل العجة؟ العجة حاضر نعمل. حاضر هقول لحضرتك طريقة العجة، طريقة بقى تحفة جديدة كده ونميسة نميسة زي كده. العجة اللي أنا هقولها لك نميسة برضو زي. حاضر ربنا يخليك يا رب. أنت منورة، ربنا يخليك، ده حضرتك اللي منوراني. أهلا وسهلا. بصي بقى حطينا هنا يا استاذ محمد، بصي حضرتك الحاجه السخنه يعني ايه بتدي انجاز. الفلفل الاسود بقى ده في ناس تقول لك ما تحطيش على الكبده فلفل اسود، لا حط عليها فلفل اسود عشان خاطر هو بيضيع اي ريحه فيها. تمام. هجيب بقى هنا ايه يا استاذ جابر، شكرا جدا ليك على التقطيع الجميل ده يا استاذ جابر، شكرا. هنحط بقى البصل بتاعنا كده مع الايه، انا غيرت والله. قول له بقى يدخلها لي، انا غيرت صدقي غيرت البصل بتاع ده بس مش مشكله عادي، نحط شويه من دول وشويه من التانيين على التانيين كده. حطينا على الكبده اهي، حطها على النار بعد ما حطينا الفلفل وحطينا الكزبره الناشفه والكمون والملح للكبده بتاعنا، نحط شويه ملح عشان المخرج بيحب الحاجات يعني ايه حيقه كده مش دلعه سبايسي. من عارفه انا جايبه لك اهو اهو جاهزه يا ريس والله اهو جاهزه اهو، بص كل حاجه. وادي شويه ايه فلفل حامي عشان خاطر المخرج بتاعنا بيحب الحاجات سبايسي بس. تمام. ونشوف العيش بتاعنا، هنحط شويه بصل كمان. لا لا هاخدها ازاي استاذه صفيه، اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك استاذه صفيه؟ اهلا وسهلا. انا بحب اكلك كتير يا حبيبتي، ربنا يخليك. انت عندك كام سنه؟ عندي 11. يا انت بقى عندك 11 سنه، صوتك صغنطوط حتى ما اديكيش حتى 5 سنين يا صفيه، ليه صوتك صغنطوط قوي كده؟ انا بحبك جدا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي يا رب نورتيني. مالكيش اي سؤال يا حبيبتي؟ انت اسمك ايه يا سيد؟ انا اسمي ايمان ابو العينين. اسمك جميل جدا حبيبتي، ربنا يخليكي، ده انت اللي جميله واموره. تسلمي يا حبيبتي، ساعدي ماما بقى في البيت. ها ما شاء الله عليك، ربنا يخليكي ليها يا رب وتفرح بيكي. سلميلي عليها كتير. ماما تكلمك. عاوزه ايه؟ معاكي اتفضلي يا حبيبتي. سلميلي عليها كتير حبيبه قلبي، اديها لي لو هي عايزه تكلمني اديها لي. بص يا استاذ محمد الفين وجميل ازاي؟ وهي بتحبك جدا. حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب. اهو. انا ما رضيتش اخرج الرغيف من الفرن غير لما احمر من تحت، مش هطلعه لك وش احمر بس واقول لك لا يا مدام ده جميل، لا لا ما بحبش كده ومش اسلوبي، ولازم انجحك ولازم اخليكي تعملي الحاجه زي اللي احنا بنعملها بالظبط. تمام يا ريس. شجعوني شجعوني. ماشي شكرا جدا ليكي صفيه، ربنا يخليكي لماما يا حبيبتي. يبقى احنا حطينا هنا في الطاسه الكبده بتاعتنا، عملناها سريع سريع اهي،
عشان بس انا هتخانق عشان افضى بس اقول الطلبات بتاعت حضراتكم واتخانق مع المخرج بقى براحتي. الاستاذ محمد الملكي بقى ايه ما قلتلكوش قال لي ايه وانا جاي في الطريق، هو قاعد دلوقتي بيتفرج عليا. بقول له يا استاذ محمد يعني كنت طالبه منه طلب كده، فبقول له عليه بقول الهي يسترك الهي يسترك الهي تفرحي يا رب. تحيه كبيره للاستاذ محمد الملكي والاستاذ محمد رمضان والمخرج بتاعنا. اه شوف المخرج بيقول لك مش هتاكل كبده يا استاذ محمد، بيسجل عليك من هنا. تمام، يبقى انا حطيت بقى هنا ايه البصل ده مش وحش على فكره، يعني ما تقوليش ان انا مش عايزه احط، لا البصل الكتير بخلي ولادك ايه يناموا كويس، يخليهم يناموا كويس يشبعوا نوم وفكروا كويس، ويعني ايه ما يخلوهمش يشقوا كتير. ده البصل ده حلو جدا للمناعه، البصل والتوم. تمام، يبقى دي كده بتاعتنا خلصت اهي، سهله جدا. هعمل بقى هنا ايه يعني حاجه بسيطه خالص، ريحه فينيزه الميه، نقطه بسيطه خالص ميه عشان اخليها لك زي كبده الشارع، نقطه بسيطه ميه وهي بتغلي وطالعه لفوق كده، نقطه بسيطه عليها ميه كده. اوكي ماشي. استاذه ندى اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه ندى اهلا، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي قلبي، اهلا وسهلا. طب لو سمحت عايزين نعرف طريقه البيتزا. البيتزا حاضر، ده كذا سؤال كده على البيتزا، ده مطلب جماهيري كده يا جماعه. حاضر، من عينيا الاثنين هقولها حالا، وانا بحط استيدو على النار هقول لحضرتك طريقه البيتزا. البيتزا سهله، هحط بس الطاسه الثانيه دي تسخن، يعني شوف انا عامله الكبده في واحده عريضه ازاي، وهعمل الصدوق في واحده ضيقه، الحاله تكون ان انت تعملي او الطاسه اللي هتعملي فيها الصدوق تكون ضيقه معاك. اوكي، وحطيته بس في ميه وطلعته من الميه عشان ينزل شويه الدهون اللي فيه، عشان ما يبقاش الحاجه دسم علينا، عشان احنا قاعدين في البيت بقى ايه براحتنا ناكل براحتنا. هقطع كده دي اتنين كده، وانا بكلم ام محمد. ام محمد اهلا وسهلا بحضرتك. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ انت اللي عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله في نعمة، حضرتك عاملة ايه ومنوراني. حضرتك أنا أول مرة أتابعك وحبيتك جدا. ربنا يخليك يا رب، وما تكونش آخر مرة إن شاء الله بإذن الله. طريقتك في عمايل الكبدة أنا من عشاقها، بس هي طريقتك مختلفة وجميلة. ربنا يخليك يا رب، تاكلي يا رب، تعمليها كده وتاكلي وتتهني أنت وولادك يا رب. حبيبتي مالكيش اي سؤال؟ على طول ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي، باذن الله هنكون معاكم على طول ان شاء الله باذن الله. لازم نعرض التكات النميسه والهمسات الحسيسه والافكار اللي بص كله عمال يضحك هنا، يضحك على ايه يا ابني؟ يضحك ليه؟ انت جاي من بره تضحك معايا؟ شعر بقول شعر، بقول لي بتقولي شعر جميل اهو. يبقى انا عملت هنا الصدق بتاعنا، بصي خليت كام واحده اهم ما حطيتهمش في الميه عشان ينزلوا الدهون، عشان يدوني طعم حلو، يعني ايه ما ننزلش كميه الدهون بحالها فين؟ في ال طيب ماشي. يبقى اقلب الكبده اهي، بص نقطه الميه الكبده شربتها تاني اهي، بس برضو انا عاوزه ايه ما بقاش حاسه ان البصل جامد شويه في الطاسه كده، اخليها اطر البصل شويه كمان، يبقى احط لها كمان شويه زي الراجل ايه ما هو بيعمل في العربيه او في المحل كده، يعني كمان شويه ميه اهي، وما تقلقيش هيبقى طعمها حلو جدا طالما النار عاليه عليها مش واطيه ما تخافيش. استاذه مي اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه مي ايوه ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله، انا بحبك قوي. ربنا يخليك، اهل اسوان الجمال والصوت الجميل والكلام الحلو. معلش عايزه طريقه الكيكه بالشوكولاته. كيكه بالشوكولاته حاضر، عيني عندك احتفاليه ولا ايه يا استاذه؟ اه استاذه مي حتى المخرج النهارده مدلعنا وجايب لنا اسماء على الشاشه. استاذه مي عندك احتفاليه النهارده؟ اه عايزه كيكه النهارده يعني؟ ايوه. تعزميني ولا ايه؟ وقت الناس هم عايزين، اول ما قلت اعزميني بيرفعوا ايديهم لفوق، ما اعرفش ليه عايزين يروحوا فين مش عارف. انت مالك يا ابني انت اهو؟ ماشي عادي. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين اقول لحضرتك حالا كل الطرق دي يا استاذ جابر اكتبها لنا لو سمحت. كيكك بالشوكولاته، البيتزا كده يعني دلع لنا الدنيا كده يعني. بص يا استاذ محمد بقى هوري حضرتك شويه الميه اللي انا حطيتهم اديك، بص بص هنا، بص هنا كده اهي، بص شويه البهاريز دول اللي جوه الكبده دول، دول بقى زي بتاعه الشارع بالظبط. اه بيبقى اكيل انت صح. بص شويه جم فين اهم ما جوش اهم، بص شويه البهاريز دول، وادي الطاسه الثانيه بتاعه الصدوق، بص دخنت ازاي. يبقى بتاعه الصدوق بقى كده احنا حطينا هنا ايه بتاعه الكبده كده اهي، وهنحط بقى هنا الاول شويه البصل دول اللي هم الجوانح دول. بص بقى يعني ايه سهله خالص ان شاء الله باذن الله الطريقه دي. بص حتى بصل قد ايه اهو معانا. مين يا استاذ محمد؟ طيب ماشي ثانيه واحده بس، يعني احنا حطينا بصل في الطاسه، يعني ملح يعني فلفل اسود، نحيق البصله بتاعتنا على طول بشويه ملح وشويه فلفل اسود. اوكي، المخرج جايبني يا جماعه ولا انا بتكلم مع مين؟
جايبني يا استاذ محمد ولا جايب البصل؟ انا مش عارفه، انا والله العظيم انا عينيا خضراء، الكاميرا هنا بتجيبني عينيا سمراء ولا المخرج اللي متعمد يسمر عينيا صح؟ بس انا عينيا خضراء والله. لا لا مش باينه، شايفاها على الشاشه مش باين. لا لا ما تحلفش. هنشوح البصلات دول كده. طيب ماشي استاذه مياده، اهلا وسهلا بحضرتك استاذه مياده. معاكي يا حبيبتي اتفضلي. ازيك يا استاذه مياده، عامله ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه، اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله والله في نعمه، طول ما حضراتكم بخير انا بخير معاكم، بالجمله بقى مع بعض كده. اتفضلي. ربنا يخليك، ربنا يسلم حضرتك يا رب. ليك اي سؤال يا استاذه مياده؟ ايوه كنت عايز اشتريت الكيكه بالشوكولاته. الكيكه بالشوكولاته، حاضر من عينيا الاثنين. اكتب يا استاذ جابر، ها؟ اكتب الطلبات دي بتاعت الناس. ماشي، يبقى احنا كده صفرنا البصله، شوحناها بس تشويحه تاخد اللون الاصفر الذهبي ده كده اهو، المخرج اكيد جايبها لنا اهو، وحطينا عليها شويه ملح وشويه فلفل. كتر البصل عادي مفيش مشكله، البصل ده جميل مش مضر. نايم العيال عشان هم قاعدين في اجازه كده، خليهم يناموا، اعمل لهم بصل. وهقول لك بقى على اكله للعيال الصغيرين، الاطفال الصغيرين، رز بتقليه عليها البيضه تكسريها فوقها كده عليها شويه بصل كده، سلام على المناعه، يا سلام على الهدوء اللي هيعملوه في البيت. والله لا خليكم قاعدين في هدوء ان شاء الله باذن الله. استاذ مهاب اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا استاذ مهاب. ازيك يا استاذ مهاب، انت عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين ما شاء الله عليك، رحت المدرسه طبعا ولا لسه رايح؟ رحت ولا لسه رايح؟ لا رحت من المدرسه. رحت كيجوان. ماشي يا ريس كيجوان ماشي. أنا ها، طب اقول لك على حاجه، طالما بمناسبه انت في كيجوان، هاو ار يو؟ حبيبي ربنا يخليك لماما وبابا يا رب. عاوز ايه بقى قول لي؟ طيب عايز المولتو. حاضر من عينيا الاثنين، اي حاجه حضراتكم تطلبوها طلباتكم اوامر هنا في البرنامج ان شاء الله باذن الله. حاضر. يبقى انا وانا بكلم مهاب حطيت هنا في الطاسه، صفرت البصل بس في طاسه ضيقه زي دي كده، لما تكوني بتعملي في ضوء اعمليها كده. ماشي ماشي. بصي حضرتك، حطيت البصله صفرتها، خدت منها الطعم الحلو الاصفر بتاع البصل ده، وحطيت عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود، وبعدين نزلت عليها بمكعبات طماطم وفص توم، فصين اتنين توم، مكعبات طماطم فصين اتنين توم، وقرنين فلفل حامي برضه، وبعدين حطيت لهم شويه ملح تاني وشويه ايه وشويه فلفل وشويه كزبره ناشفه. تمام كده هنعمل بصي بصي شويه خضار قد ايه. الخضار بيعمل ايه يا استاذ محمد؟ قول معايا كده، الخضار بيعمل ايه؟ بيكتر الكميه، بيوفر في الميزانيه، وبيزود القيمه الغذائيه. يبقى الثلاثه دول طول ما انت شايفه وش كده على الشاشه اعرفي ان انا ان شاء الله باذن الله هدخلك الخضار في كل حاجه. الخضار بيكتر في الكميه، وبيوفر في الميزانيه، وبيزود القيمه الغذائيه. ماشي. طب بص يا ابني على ايه، بص على ايه، بص عليا من هنا ومن هنا. كده اهو، بص بص هم نزلت بقى البهاريز، بص هنا كده. المخرج بيقول لي انت عايز تشغلي نظره؟ لا مدرسه. طيب ماشي معانا مين؟ قول. طيب استاذه نظره اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا منوره الشاشه والله. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله في نعمه، ده حضرتك اللي منوراني، واهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. معاك يا حبيبتي اتفضلي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. اللهم امين، انا وحضراتكم جميعا يا رب. لو سمحتي عايزه بس اطلع على طريقه عمل الكيكه اللي هي العاديه. العاديه ولا بالشوكولاته؟ عشان يبقى طلب بقى جماعي مع بعضه كده. ايه العاديه واللي بالشوكولاته وطريقه البيتزا. حاضر من عينيا الاثنين. حاضر من عينيا. شكرا جدا ليك يا استاذه نظره والاسم الجميل ده. ده انا فكرت المخرج بيقول لي عايزه تشتغلي نظره. ظلمتك معلش. لازم الواحد يقر يعني، لما يعمل حاجه لازم يقر. واحده وقعت على البوتاجاز، اهي البوتاجاز ما فيهوش حاجه نضيف. اه عشان المخرج بيقول لي اوعي ترمي اي حاجه عشان انا جاهز بعد الهوا على طول ان شاء الله باذن الله. معنا مين يا استاذ محمد؟ استاذه ندى اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه ندى. ايوه يا حبيبتي معاكي اتفضلي، اهلا وسهلا. انا بحبك قوي على فكره. حبيبتي ربنا يخليكي وانا بحبك اكتر. اول مره اشوف. مش عارفه حظي السعيد بقى وقعني لحضرتك تشوفيني النهارده. لو سمحت عايزه طريقه القرص الطريه. القرص الطريه؟ بنت مش متابعاني يا استاذه، مش متابعاني يا استاذه ندى. عندك مخالفه؟ عندك مخالفه؟ حاضر من عينيا الاثنين. حاضر من عينيا الاثنين. شكرا.
حاضر يا حبيبتي قلبي حاضر. وعلى صفحتي الفيسبوك الشيف منى والعنين بالعربي يا جماعه انا عليها حاجات كتير، كنت بقدم في قنوات تانية برامج برضو تانية عليها حاجات كتير هتعجب حضراتكم جدا ان شاء الله باذن الله. يعني انا عايزه افيدكم والله، بقول لكم ادخلوا على الصفحه عشان عايزه افيدكم. بص يا استاذ محمد الروعه هنا شايفه، هشيل بس دي شايفه، شوف بيتكى بقول شايفه شايفه، عايز اتخانق معايا اي حاجه. هجيب بس البوله دي كده ونحط فيها هنا ايه، نفضي شويه الكبده دول، عايزه افضيهم في البوله هنا ولا افضيهم فين يعني يا ريس؟ افضيهم في البوله خلاص. ماشي يا ريس، هشيل السكينه دي هنا مسطحه يعني. طيب اجيب طبق مسطح، تعالى يا ابني. ماشي، ده مين اللي بيتكلم ده يا استاذ محمد؟ ها الكاست كله بيتكلم، فرحانين كده ليه يا ولاد؟ ها النهارده عيد ولا ايه؟ ماشي ماشي. يا ريت والله والله يا ريت اجيب عربيه كبده واقف واعمل كل حاجه، انا بحب افيد الناس، اي حاجه فيها افاده للساده المشاهدين انا عادي شغاله جدا، ما عنديش مشكله. هنفضي بقى الكبده بتاعتنا اهي، الكبده بتاعتنا كده، بص كده الكبده بتاعتنا ما تقعش، ما فيش حته تقع، المخرج يتخانق معايا والله والله، المخرج يتخانق معايا، انت رايحه فين يا بنتي؟ والله يتخانق معايا دلوقتي. معنا مين؟ استاذه رداي، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف عامله ايه؟ استاذ عدي معلش اس، هما اللي قالوا لي والله. ازيك يا شيف عامله ايه؟ اهلا وسهلا استاذ عدي، اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك بخير يا رب دايما. والله انت حضرتك وحشتينا خالص. ربنا يخلي حضرتك استاذ عدي، اهلا وسهلا. احنا عاوزين كده على طول نشوفك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله اكون موجوده معاكم بقى ان شاء الله، وعلى دخله رمضان هتشوف حلقاتك حلوه كتير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يكون كده يكون الفيروس ماشي والدنيا راجعه تاني بخير يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب. الله يخليك، اي خدمه. شكرا جدا استاذ عداي على ذوق حضرتك، شكرا شكرا ربنا يخليك، نورتني واسعدتني. المخرج عايز، والله العظيم انا عارفه المخرج عايز مني ايه، عايز ايه يا استاذ محمد قول. بقى الكبده بتاعتنا حطيناها اهي قدام الاستاذ محمد. ايه خلاص، اسفه معلش معلش اسف، سوري سوري، ما خدتش بالي والله، كان الاستاذ ايه يا حسين. لا ما عملش حاجه، ده اللي جنبه. بص هنا يا استاذ محمد الصدوق بتاعنا، هجيب بس المعلقه. طيب ماشي، هي راحت فين معلقتي اهي؟ اقلب بقى هنا شويه، والله العظيم زي بتاع العربيه واحلى بكتير، دي حاجه في بيتك بقى، صدق بلدي في بيتك بقى مضمون. يبقى احنا عملت لك الفينو وعملت لك الصدق، يعني ايه عايزاكي برضو يعني مش عايز ارفع الضغوطات من عليكي صدقيني. ربنا يخلي حضرتك استاذ جابر، اهلا وسهلا. استاذه ايمان يا اسم غالي، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف، ايه الاخبار؟ ازيك يا حبيبتي قلبي، اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك بخير يا رب، اهلا وسهلا. ممكن لو سمحتي اعرف طريقه البيتزا؟ البيتزا حاضر، هقولها حالا عشان طلبت مني كتير، هقولها دلوقتي حالا ان شاء الله باذن الله. حاضر ثواني يا استاذ محمد، كده جبت حضرتك الصدوق بتاعنا كده. حبيبتي ربنا يخليك، نورتين. بص بقى احنا خدنا ايه، خدنا هدفنا من الكبد، من الصدوق، من الطاسه دي في الصدوق خدنا الهدف بتاعنا فيها، وهنزلها بقى قدام حضرتك كده اهو. ها اللي مش عمري ما هضيع، عمري ما هضيع اللحظه، عمري عمري ما هضيع اللحظه دي. بص كده حضرتك، عشان انا عاملاها في حاجه ضيقه، لو عملتيها بقى في حله واسعه، في طاسه واسعه، مش هتديك البهاريز اللي هي نازله منها دي. بص البهاريز دي شايفاها، بص من تحت كده شكلها حلو ازاي. هنزل بقى، انا ما اقدرش اسيب اي حاجه في الطاسه طبعا، زي ما انتم عارفيني ان حطينا ملح وفلفل يا استاذ محمد ولا ما حطيناش ملح وفلفل في الصدوق؟ ممكن ادوق، بدي ادوق. نزود فلفل، ماشي ماشي، نزود شويه ملح كمان على الصدوق اهم، عشان بس المخ. الله بص بص يا جماعه، والله كميات بسيطه، يعني انت عارفه ده مش نص كيلو صدوق، ده ربع كيلو صدوق. بص عامل لك قد ايه، بصي 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 شكله عامل ازاي، بصي البهاريز اللي فيه قد ايه، بصي بصي اهو، بصي شكله عامل ازاي، تحفه ان شاء الله باذن الله يعجب حضراتكم. هحط بس شويه فلفل تاني عشان المخرج بتاعنا بيحب الفلفل الاسود كتير. تمام اهو. استاذه نرمين اهلا وسهلا بحضرتك، استاذه نرمين اهلا وسهلا معاكي حبيبتي، اتفضلي.
عايزه طريقه الفراخ المشويه. عايزه طريقه ايه؟ الفراخ المشويه. الفراخ المشويه. حاضر يا استاذه. انت عندك كام سنه؟ الفراخ المشويه. حاضر يا استاذه. عندك كام سنه؟ قولي لي عندك كام سنه؟ 11. 11. انت منين طيب؟ ايه ايه اللغه الجميله دي؟ انت منين؟ منين قولي لي؟ ممكن يا استاذ جابر لو سمحت حد ياخد دي بس يشطفها ويجيبها لي؟ ثانيه واحده. مين اللي بيكلمني طيب؟ انا دلوقتي عندي زهايمر، خلي بالك. ها؟ عندي زهايمر اللي بيكلم. فاقده المواعيد. ها؟ هنقلب دي كده نشوف هتتقلب معايا كده بكل سهوله ولا لا. نشوف بس كده هتتقلب معانا دي كده ولا لا. كل حاجه على الهواء قدام حضراتكم اهو، اصل انا لسه عاملاها دلوقتي. الحلويات دي انا لسه عاملاها دلوقتي. بص شكلها حلو ازاي، ان شاء الله تعجب حضرتك. والله لسه سخنه، يعني المفروض ما كنتش قلبتها. انا حاطه الكيسه دي عشان هي لسه سخنه، عشان ما تزهقنيش في القلبات. بص شكلها عامل ازاي، شكلها جميل، شكلها جميل، وان شاء الله طعمها اجمل. استاذه فرحه اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه فرحه اهلا وسهلا. بحبك حبيبتي، ربنا يخليك. وانا كمان بحبك. عندك كام سنه بقى قولي لي؟ 7 سنين. 7 سنين. 7 سنين. 11 ولا 7؟ اه 7. 7؟ سنة أولى صح؟ 7. عند أنتِ في سنة أولى صح يا فرحة؟ اه نورتيني أنتِ وأهل أسوان كلهم يا فرحة هنا في البرنامج. أيوة. النهاردة. نورتوني الناس الجميلة والله والقلوب الطيبة الصافية. شكراً ليكي يا حبيبة قلبي. أستاذ محمد لو سمحت، لو سمحت ما تحاولش تشوشر عليا يعني. هنعمل بس حاجة سريعة كده وما تقلقش، يعني أنا عارفاك بتديني إيه إنذار من بعيد، فأنا فاهمة أنت عايز تقول إيه. هنعمل حاجة سريعة اللي هي قدام حضرتك دي النهاردة. الحلويات دي سهلة خالص خالص خالص. خدها خدها يا أستاذ جابر، خدها عادي مفيش مشكلة. حسين حسيني مخوفه يا أستاذ محمد. هنعمل حاجة حلوة بتزود المناعة وبرضه في البيت عند حضرتك، وأنا عاملاها مجهزاها. أيوة اللي قدام حضرتك دي هيبقى طعمها حلو جدا وإن شاء الله تعجبكم. الطريقة بسيطة خالص. أنا بجيب الجزر وبغسله. هتجيب جزرتين اتنين وتغسليهم وتقطعيهم وتسليهم على النار، وبعدين تحط عليهم كوباية عصير برتقال بالمنظر اللي قدام حضرتك ده كده. تمام؟ يعني هيوصلوا للمرحلة اللي حضرتك زي دي كده، تحطهم على النار يبقوا زي دول كده. أنا لفاها في كيس وحطها في الفليزر، واللي عليها البني ده بسكويت. بسكويت أي نوع بسكويت، عايزاه بني عايزاه أبيض، بسكويت شاي. هاتي تلات بأربع بواكي، هاتي أربع بواكي واطحنيهم كده، أو ما عندكيش مطحنة دقيهم في الهون عادي، بس اغسليهم عشان ما يبقاش ريحة توم ولا حاجة. اغسليه كويس ودقيهم فين في الهون. وبعدين بقى نحط طبقة من دي وطبعا هقول لحضرتك دلوقتي حالا هنجهزها ازاي. وفيها كوبايه اللبن، اهي كوبايه اللبن بتاعتي جنب اهي. يعني الحلوه دي عباره عن ايه؟ كوبايه عصير برتقال، عليهم جزرتين اتنين مسلوقين ومتقطعين، عليهم ثلاث معالق سكر، عليهم ثلاث معالق نشا، عليهم كوبايه لبن، عليهم بقى ايه؟ حتى عايزه تحطي فانيليا براحتك، عايزه تحطي ماء ورد اللي يعجبك تحطيه، عايزه تحطيه حطي. الحلويات اللي هي الجميله اللي قدام حضرتك دي. والناس اللي هي طلبت البيتزا اقول لها وانا واقفه حالا كده، البيتزا عباره عن ايه؟ وهعملها لك ان شاء الله. انتظريني الحلقه الجايه اعمل لك احلى بيتزا باذن الله هنا في البرنامج. البيتزا عباره عن ايه؟ كيلو دقيق. الكيلو دقيق ده هياخد معلقه كبيره خميره او باكو خميره، كيس خميره من اللي انت بتجيبيه من المحلات. عليه معلقه صغيره ملح، عليه معلقه كبيره سكر، ونعجن. عايزه تحطي شويه لبن حليب براحتك، شويه لبن رايب برده براحتك، بس بتكملي عجن بميه. عايزه تحطي شويه لبن بودره برده براحتك. هجيب الصينيه بتاعتي بس هجيبها لي اهو. شكرا جدا استاذ جابر، شكرا جدا. هحطها على النار هنا واحط فيها هنا ايه؟ الجزر على عصير البرتقال بتاعنا. اوكي اهو. طيب ماشي ثواني بس، ما انا هتكلم بس. يبقى اللبن يبقى اللبن يا استاذ محمد لخبطتني يا ابني والله. يبقى احنا عملنا ايه؟ البيتزا جبنا كيلو دقيق، حطينا عليه معلقه سكر كبيره، حطينا عليه معلقه خميره كبيره او باكو خميره، حطينا عليه معلقه ملح صغيره، حطينا عليه باكو لبن بودره او علبه زبادي كبيره او شويه لبن حليب او شويه لبن قاطعين عند حضرتك، ونعجن نكمل العجينه بميه. ونحط لها فنجان القهوه الصغير ده مليان زيت، او فنجان من اللي عند حضرتك صغير كده مليان زيت في قلب العجين. ونعجن العجينه ونركنها على جنب ايه؟ حوالي نص ساعه تخمر بس، يعني ايه تاخد خمره. بعدين نقطع الكيلو دقيق ده 7 بيتزات كده، هيبقوا بيتزات كبار كده 7، ونرصهم جنب بعض 7 بيتزا كده ونرصهم ايه جنب بعض. وبعدين نفردها اما نسيبها تستريح بعد ما قطعناها، نفردها وبعدين نخرمها بالشوكه، وبعدين ندخلها في الفرن
تقاي تحت الشوايه بس مش من تحت. انا هوريكي طريقه للبيتزا ان شاء الله، هتاكلي بيتزا معايا هنا في البرنامج زي بتاعت المحلات بالظبط. وبعدين تخرميها كده بالشوكه وتزقيها تحت الشوايه بالظبط كده، تاخد سنه بس مش تحمر، يا دوبك تمسك الوش بتاعها عشان ما تبقاش عجين في الخلطه. والصوص بتاعها عباره عن كوبايه، مش هعمل الحلويات طيب اشيلها اهو عشان تهدى كده، هتهدى خلاص. عارفه والله، والله عارفه. بنجيب شفشق الخلاط، البيتزا الصلصه بتاعت البيتزا سهله جدا. بنجيب شفشق الخلاط ونحط فيه شفشق بتاع الخلاط العادي بتاعنا، ونحط فيه كام حبايه طماطم. هوريكي تعملي الطماطم الكونكاسيه والحاجات اللي هي الغاليه ازاي بطريقه بسيطه خالص. كام حبايه طماطم كده كنت سلقاهم على النار قبل كده، تحطهم في الخلاط 4 حبات مثلا، عليهم معلقه زعتر، عليهم شويه زيت، عليهم 5 6 فصوص ثوم، وتيجي حاطه الخلطه دي كلها تفضاها من الخلاط في علبه زي دي كده او طاسه زي دي كده، وتسيبها تتسبك على النار وتركنيها على جنب. تكوني بقى خرجتي البيتزا اللي هي شمعتي وشها كده ودهنتيها بالصلصه، وتحطي عليها الحشو اللي انت عايزاه. واعمل لك البيتزا ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه. والمخرج ضغط عليا ضغط السنين جوه، مش عارفه اقول ايه بصراحه. ثانيه واحده. طيب يا استاذ محمد ماشي، وهختم على طول. ماشي، انت كده اديتني ربع ساعه، خلي بالك يا ريس. بس ادي العجينه بتاعت الفينو بتاعتنا اهي. بصي حضرتك انا سبتها على الرخامه هنا اهي، اشيلها بقى كده اهي. بصي ادي الفينو اللي قدام حضرتك، وهجيب الفرشه بتاعتي نسيتها. طيب ماشي يا استاذ محمد، حاضر حاضر. هجيب بقى هنا ايه الفرشه بتاعتي نسيتها، اتصرف. ادي منديل اهو، وادي اللبن على وش العجينه. اول ما الفها اعملها كده، ادي اللبن على وشها اهو كده اهي، ادي عشان يطلع لك فينو حلو زي اللي قدام حضرتك ده. وهعمل لكم كيكه بالشوكولاته ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، وهخلي الاستاذ محمد ينزل لنا المواعيد على الشاشه باذن الله بتاعت القناه. كده حطينا اهو اللبن على وش، ميه شويه، ميه شويه لبن، وبعدين نحط شويه سمسم كده كده، شويه حبه البركه، شويه سمسم اللي عند حضرتك اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو اهو. يبقى عملنا ايه، همسح النقطه دي بس. طب ممكن ثانيه واحده بس عشان الناس ما تزعلش مني، ثانيه واحده اهو. كل الحاجات قدام حضرتك، ومش هعمل الحلويات دي، هصورها لك بس المخرج وهجيبها لك المره الجايه ان شاء الله باذن الله. كيكه بالشوكولاته سهله جدا بقى، 5 بيضات، عليهم 2 دقيق، عليهم باكو بيكنج باودر، عليهم 2 كبار كاكاو، عليهم حسب التحليه بقى 1.5 كوباية سكر، عليهم 1 كوباية لبن، ونضرب بقى اللي هي المواد السائله، 5 بيضات وكوبايه اللبن. لو انت عايزه جاتوه شاتوه دي حاجه ثانيه، انما اللي انا بقول لك عليه دي كيكه بالشوكولاته عاديه. بنحط الخلاط و5 بيضات، عليهم 1 كوباية لبن، عليهم 1.5 كوباية سكر، عليهم الفانيليا و1/2 كوباية زيت، ونضرب في الخلاط. وبعدين نفضي الخليط في الطبق على ايه، على الكوبايتين الدقيق، عليهم 2 معالق الكاكاو، عليهم باكو البيكنج باودر، وتقلبي مع بعض وتحطهم في الصينيه. ما تخليش الصينيه واسعه عشان الكيكه ما تبقاش منك رقيقه، لو انت عايزاها عاليه ضيقي الصينيه، كل ما تعوزي الكيكه عاليه من حضرتك تضيقي الصينيه. المخرج جايبني النهارده. ماشي ماشي ماشي. طيب واحنا جبنا اهو عشان بس ايه، تعرض لي الاكل. ماشي عشان تعرض لي الاكل. ماشي انا مش هتكلم عشان كده، حتى ما غرفتش الاكل والله. طيب ماشي ماشي. وقدمت لحضراتكم النهارده العيش الفينو، والطريقه سهله جدا. بصي طري ازاي وشكله حلو ازاي، شكله جميل. بصي الطراوه اللي فيه، بصي يعني حضرتك لو تحسي بالطراوه بصي اهي. قدمت لحضرتك العيش الفينو والكبده الاسكندراني والسدوق الاسكندراني بتاع العربيات، والحلويات دي اعملها لك في حلقه ثانيه ان شاء الله عشان المخرج بس ما يزعلش مني. وزي ما ان شاء الله جيت لقيتكم بخير، هاجي لكم المره الجايه ان شاء الله الاقيكم بخير واكتر وصحه وسعاده واحسن. وزي ما بتحبوني انا بحبكم. تحياتي لحضراتكم جميعا جميعا، يا منى والعنين. باي باي.